مرحبا بكم متتبعي مسلسل العروس، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 61 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو. في بداية الحلقة بعدما أتت هنجر إلى بيزا للمنزل، كانت بيزا متفاجئة وبعدها قالت لها هنجر ماذا تفعلين هنا؟ قالت لها فقط أتيت إلى أن أراك لأنني لم أراك مدة طويلة، فأتيت لكي أسأل عنك. وكانت بيزا تتخيل كلام جيهان لها عندما قال لها أنت أم لابني وأنت غالية بالنسبة لي، ولكن هنجر أكثر شيء أحبها وهي أغلى ما لدي ولا أريد أن أخسرها. المهم بعدها استقبلتها ودخلت إلى المنزل وكانت تقول لها أنا سعيدة بأنك أتيت إلي، عمتي لم تأتي لزيارتي وسينم لم تتصل حتى علي، ولكن أنت انضممت للعائلة مؤخرا وأتيت لكي تسألي عني، هذا شيء كبير بالنسبة لي. وقالت لها هل أنت لم نسيت حتى أنني لم أسألك هل هو من أخبرك؟ قالت لها من؟ قالت لها جيهان، اعتقدت أن جيهان ربما أخبرك. قالت لها بماذا سيخبرني جيهان؟ قالت لها ألم يخبرك أنا حامل؟ قالت لها حقا هل أنت حامل؟ قالت لها هل أنت مطلقة؟ أنت مطلقة؟ قالت لها نعم لقد تطلقت، ولكن أنا تفاجأت عندما وجدت نفسي حامل، هذا مثل هدية فراق. وبعد ذلك قالت لها أنا حقا مندهشة. وسألتها بيزا قالت لها لماذا لم يخبرك جيهان؟ قالت لها هنجر أكيد لم يخبرني، ولكن أعتقد أنه كان سوف يخبرني بذلك. وبعد ذلك قالت لها منذ متى وأنت حامل؟ قالت لها منذ أن تطلقت، ولكن أنا لم أكن أدرك ذلك. وسألتها هنجر قالت لها وهل يعلم الأب؟ وقالت لها بيزا إنه يعلم ولكنني أكره. قالت لها ولماذا؟ قالت لها لأنه متزوج ولا يريد أن يعتني بطفله. المهم كانت تحاول أن تمثل عليها وأن تبكي أمامها وتستعطفها، كانت تقول لها وهل أخبرت جيهان بهذا بأن يذهب يتحدث مع الرجل؟ قالت لها أكيد جيهان لن يستطيع أن يجعل الرجل يقتنع بالطفل. وبعدها قالت لها أشعر على أن جيهان سوف يشعر بالعار. قالت لها ولماذا يشعر بالعار؟ فأنت كنت متزوجة. وكانت تقول لها صعب على أرملة أن تبقى هكذا بدون رجل وبدون زوج وهي تربي طفلها في بيتها لوحدها. قالت لها هنجر نعم إنه أمر صعب ولا أعرف ماذا أقول لك. وكانت تقول لها إذا احتجت إلى أي مساعدة؟ قالت لها فقط لا تقولي لأحد الذي سوف أفعله. قالت لها هنجر ماذا سوف تفعلين يا بيزة؟ قالت لها ماذا تظنين؟ أبي لا يريد الطفل والزوج السابق لا يتقبل بزواجي وأفكر في الإجهاض الطفل. كانت هنجر تقول لها لا تفكري هكذا، وكانت هنجر تحاول إقناعها حتى لا تجهض الطفل. وقالت لها هناك حل وحيد. قالت لها ما هو؟ قالت لها هو أن أموت مع الطفل. وكانت هنجر تحاول أن تبعد عنها هذه الفكرة. كانت بيزا تحاول أن تجعل هنجر تعطف عليها حتى تصل إلى مبتغاها من الشيء الذي تريده. وبعدها دخل جيهان على هنجر وقال لها هنجر ماذا بك؟ قالت له هناك شيء نعم ولكن لا يوجد شيء لا تعرف. قال لها ماذا هناك؟ قالت له لقد ذهبت إلى بيزا ولقد علمت كل شيء. قال لها ماذا علمت؟ ثم بعد ذلك قبلته وقالت له أنا آسفة آسفة اغفر لي، لأنها كانت تشك به. وبعد ذلك قالت له كل شيء على أنها كانت تشك به وألحقت به إلى ذاك المنزل، واكتشفت على أن هناك بيزة كانت تتأسف كثيرا له وتقول له أنا شككت بك أرجوك سامحني. وبعد ذلك قالت له يجب عليك أن تجد زوجة بيزة لأنها في حالة بائسة جدا، يجب عليك أن تساعدها. المهم كانت تتحدث معه وبعد ذلك قال لها يكفي، كيف تجرؤين على متابعتي واللحاق بي؟ لقد قلت لك مرارا وتكرارا على ألا تتدخلي وهذه مسألة عائلية، فقط قلت لك أن تثقي بي، لماذا فعلت كل شيء؟ هل حللت الأمر؟ لماذا تذهبين إلى هناك؟ المهم كان يصرخ عليها وبعدها سمعوا الصراخ وأتت مقدر ودخلت وقالت له ما هذه الفوضى؟ لماذا أنت هكذا؟ لابد أن هذه فعلت شيء حتى أغضبتك وأخذته وذهبت. وكانت هنجر حزينة وتبكي. وفي هذه الأثناء كانت تبكي ودخلت عليها سينا وقالت لها هنجر ما بك؟ لماذا أنت هكذا؟ قالت لها لقد غضب مني كثيرا جيهان،
لم يكن علي أن أتبعه، ولم يكن علي أن أشك به، ولكن لم أكن أتوقع أنه سوف يكون ردة فعل هكذا. قالت لها سينم: ربما هو غاضب من شيء آخر، هل أنت متأكدة؟ قالت لها: لا أعلم، ولكن عندما تحدثنا عن بيزا قالت لها: ماذا فعلت بيزا؟ قالت لها: إن بيزا حامل. ثم تفاجأت سينم، وفي هذه الأثناء كانت مقدر كذلك تقول له: هل رأيت ما فعلت هذه الفتاة؟ ما الذي فعلت؟ قال لها: أمي توقفي، أنا غاضب من نفسي. كانت تقول له إنها لا تناسبك، ثم قال لها: أمي بيزا حامل. وكانت مصدومة هي كذلك، وفي هذه الأثناء كانت تقول لها: هذا ما حدث. المهم ذهبت إلى بيزا، كانت تقول لها: كيف عرفت الأمر؟ قالت لها: ذهبت إليها عندما شككت به، ولكن هي أخبرتني بذلك. وقالت لها على أن هي في حالة بائسة، وأن زوجها السابق لا يريد أن يتزوج بها. وقالت لها بعد ذلك سينم: لماذا ذهبت إلى ذلك؟ ولماذا تحاولين التدخل؟ قالت لها هنجر: ولماذا تقولين هذا الكلام؟ إنها في وضع صعب، حتى أنها قالت لي لم تتصلي بها. قالت لها بيزا: ليست الشخص الذي سوف نقول له هذه الكلمات، فبيزا لا تستحق أي شيء من هذا. وبعدها بدأت تغير الكلام، وكانت تقول لها: أنا لست أحب القيل والقال، ولم أرد أن أكون قريبة من بيزا لأنني لا أحب غطرستها وتصرفاتها. المهم كانت هانجر تقول لها: ولكن هي الآن حامل وفي بطنها رحم، لهذا نحن يجب علينا أن نقف بجانبها. المهم ذهبت هانجر لكي تغسل وجهها، وكان جيهان يتحدث مع مقدر، وكانت مقدر سعيدة بالحفيد، وقالت له: أنا سعيدة جدا، وكيف هكذا حصل؟ لقد أعطانا الله درسا كبيرا، وقد صفعنا الله بهذا، لأننا طردناها وأدلناها في هذا المنزل، وانظر ماذا حدث، المرأة العاقر أصبحت حامل. ومقدر قالت لجيهان: ألي هذا كنت تتخاصم مع هنجر، مع تلك المرأة؟ سوف أذهب إليها، ألم تريد أن تطلق؟ قال لها: أمي هنجر لا تعرف أي شيء حتى الآن، ولا تعرف أن ذاك الطفل طفلي، ولن أخبرها الآن. وكانت تريد منه أن يطلقها فورا، وهو قال لها: أنا لن أطلق هنجر، قلبي ينتمي إلى هنجر. وقال لها: لن أخبرها بشيء الآن. وقالت له: إلى متى سوف تخفي الأمر؟ قال لها: حتى نتحدث مع بيزا، وبعدها أخبر هنجر بكل شيء. وكانت هنجر نائمة، ثم دخل جيهان بهدوء، وكان يجلس بقربها، وكان يحاول أن يلمسها، ولكن بعد ذلك تراجع، وكان يفكر في كلام العم، وبعدها خرج. وجاء الصباح، وكانت هنجر ترتب الغرفة، ثم تخيلت عندما كان جيهان بقربها ولم يستطع لمسها، وكانت تقول: لماذا؟ لماذا تغيرت هكذا؟ لماذا؟ ما الذي يعيقك؟ ودخل جيهان وقال لها: لقد صرخت عليك بالأمس، ولكن أنا آسف، أنا لدي انشغالات كثيرة، وقلت لك أن تبقي بعيدا لأن هذه من العائلة وهذا عبء علي. وبعد ذلك قال لها: سوف أخبرك لاحقا. قالت له: ماذا سوف تخبرني؟ قال لها: سوف أخبرك بكل شيء، ولكن ليس الآن، وليس عليك أن تشاركي في مشاكل العائلة وكذلك بيزا. لا تري بيزا مرة أخرى، ولا تتحدثي معها حتى في الهاتف، أنا سوف أحل كل شيء. وبعدها أتى نصرت، وكان يصرخ ويقول: ابنتي سوف تذهب مني، ابنتي لا أعرف أين ذهبت بسببكم. وكان يصرخ ويحاول أن يبين على أن بيزا حدث لها شيء، وكان بعد ذلك يتشاجر معه. وبعدها قالت لهم مقدر: أنهوا هذا الخصام الآن فورا، الفتاة لديها طفل في بطنها ولا نعرف أين هي، يجب أن نبحث عنها، ربما قد حدث لها شيء. ثم بعد ذلك كان يقول نصرت: إذا حدث لها شيء سوف تندم كثيرا. وبعدها كان يقول: لقد قالت بالأمس أنها تتمنى أن تموت ومع الطفل. وكانت مقدر مصدومة من كلام نصرت. المهم كان يحاول أن يخوفهم على بيزا. وبعدها كانت هنجر تفكر في كلام بيزا وكذلك في كلام جيهان بأن تبتعد عن بيزا ولا تتحدث معها حتى في الهاتف ولا تلتقي بها مرة أخرى، وأن تبتعد عن مشاكل العائلة. واتصلت بها بيزا وبعدها أخبرتها بأن تتحدث معها على الفور، وقالت لها: لقد قلت لي عندما تحتاجيني اتصلي بي، وأنا الآن اتصلت بك لأنني أحتاجك، أرجوك تعالي.
وكانت هانجر حائرة، لا تعرف ماذا تفعل، هل تذهب إلى بيزا أم تسمع كلام جيهان. وكانت هذه هي نهاية الحلقة، فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو.